مرحبا مواليد برج العذراء، معكم كارمن شماس. كيف بده يكون الأسبوع من الاثنين 6 للأحد 12 حزيران يونيو؟ عم نحكي نحن عن الأسبوع، تقريبا الأسبوع الثاني بشهر حزيران يونيو. يلي ما سمع برجه لشهر حزيران يونيو رجاء بتلاقوا الرابط تحت بالوصف، تسمعوا بتفوتوا على لائحة الأبراج وبتنقوا برجكم وبتسمعوا برجكم، لأنه شهر كتير مهم، شهر فعال وشهر له تداعياته وله تأثيراته. الحلو بهذا الأسبوع أنه عم بتبلشوا الأسبوع بدعسة قوية. ليه؟ لأنه بتبلشوا الأسبوع مع القمر ببرجكم. في عنا قمر ببرجكم مش بس يومين، ثلاثة، يعني رح قلكم تماما من أمتن لأمتن. التنين 6 حزيران يونيو القمر بيوصل لبرجكم الساعة 9:30 صباحا بتوقيت بيروت، 9:30 صباحا توقيت بيروت الصيفي. بيبقى كل التنين، كل الثلاثة 7 وكل نهار الأربعة 8 حزيران يونيو، تحديدا حتى 6:30 المساء توقيت بيروت. هالفترة هالثلاث أيام هني أقوى أيام في هذا الأسبوع، أقوى أيام يمكن بكل هذا الشهر. لما القمر بيكون ببرجنا بنكون بأقوى حالاتنا، أقوى حالاتنا، واعيين، عم نستوعب الأمور، عم بيكون عنا ريفلكس قوي، سرعة تحرك، سرعة استيعاب الأمور، وبالتالي الأمور أيضا بتكون ميسرة أو أنتم بتيسروها بسهولة. ثلاثة أيام بيسمحوا لكم أنكم تشوفوا الأمور من منظار مختلف وتغيروا رأيكم، أو منا لحال الأمور توصل وعندكم قدرة على تغيير هذه الأمور. يعني في حال أنتم في شيء ما عجبكم وبدكم تغيروا رأيكم فيه، فيكم. ويلي ناطرينه بيرجع يوصل لعندكم. الأربعة 6:30 المساء توقيت بيروت بيروح القمر لبرج الميزان، البيت الثاني بالنسبة لإلكم. الخميس كل النهار، الجمعة 10 حزيران يونيو القمر ببرج الميزان حتى منتصف ليل بيروت. فترة وجود القمر في برج الميزان هي فترة داعمة لإلكم، لكنها فترة evaluation، تقييم لإلكم، مع احتمال يعني انه تمرقوا بفترة امتحان عم يمتحنوكم، سواء كان شيء بالبيت، شيء بالشغل، شيء بعلاقاتكم، فبدكم تنتبهوا. ايضا انتم يمكن تمتحنوا غيركم، يعني انتم شخص مش مصدقينه، او يمكن مثلا في عندكم مسألة عم تشتغلوا عليها وتروحوا عليها، هيدي نوع من تقييم لهذا الشخص يلي رح يقدر يساعدكم او يلي رح يطلب منكم مساعدة بدوره. فترة ما رح أقول صعبة لكنها دقيقة، خاصة لما بيكون في امتحان كان بالمدرسة أو بالشغل، فكونوا منتبهين وانتبهوا لصرف الأموال يلي يمكن ما لعازي، فانتبهوا. السبت والأحد، السبت 11 حزيران، الأحد 12 حزيران يونيو حتى منتصف الليل، أمر موجود ببرج العقرب. حلو وجود الأمر ببرج العقرب، ليه؟ لأنه بيسرع عنكم البديهة، بيسرع عنكم قوة التصرف، بيعطيكم ريفلكسز قوي، بيعطيكم قدرة على النقاش. وطبعا مواليد برج العذراء من الأشخاص القوية في النقاش وفي دفع الأمور إلى الأمام. للشغل أيضا، لشغلكم وزولادكم، المدرسة، شغل المدرسة، فعلا عطلة أسبوع، لأنه سبت والأحد اثنيناتهم رح تكون عطلة الأسبوع طويلة متعبة ومرهقة بعض الشيء. نصيحة من هلأ، ما تتركوا شيء صعب للتنين 13 او للثلاثة 14، لانه معقول يكونوا اصعب من السبت والاحد. لذلك نظموا وقتكم وشغلكم، اي قصة خلصوها بدون مشكل. بتبقى المواليد الاكثر عرضة للمشاكل 18 19 سبتمبر، بينما الاكثر حظا 9 10 11 سبتمبر من تأثيرات كوكب اورانوس. بدي اتمنى لكم اسبوع حلو، بنلتقي مع الابراج اليومية والاسبوعية للمزيد من التفاصيل الشهرية. عفواً.